الخبر الأول اللي عدنا عن محمد جواني ورد على نور ستار وإعلان عن واخيرا عودة باب الحارة اللي هي مشكلة بيسان وجواني، وبنفس الوقت هو قصف بيسان إسماعيل. فجواني نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي قال بيه إنه مشكلته ويا نور ستار صار لها أكثر من سنتين، فهددها إنه باكر راح ينزل مقطع على اليوتيوب ويرد بيه على نور ستار، وأعلن على عودة باب الحارة وحكى بيه على بيسان إسماعيل وقال إنه بيسان هي الطفلة هي السبب اللي سوت المشاكل. موضوع فيديو نور ستارز، اوكي خبروا كل القنوات كل شيء اخبار بتعرفوا انه رجعنا لباب الحارة الجزء 25. يا اخي نحن بالاخص بعد الساعة 8 عنا حظر، من شانك لازم نرجع لباب الحارة. عودة ابو شاب للحارة خلاص لبت يا جماعة، لبت والله لكسر القصر يا جماعة. نور ستارز سنتين مو نسيان الكلمة جواني حاكية مزح. حمست زيادة عن اللزوم. اوكي يا جماعه شباب بس شوف اوكي حبايبي، بكره راح انزل فيديو الساعه 5. وشفتوا الطفله شو عملت فيني؟ شفتوا حلقه كانت على قناه الطفله من سنتين، حلقات محذوفه طبعا. انا نسيان موضوع بحياه ربي، لحد الان البنت حاقده علي من كلمه تنمر. تنمرتي لي ما هيك؟ بكره بشوفك والله خليك تضحك على التنمر. انت نفسك انت. استنوا فيديو بكره يا جماعه، بحبكم واحلى عالم. اعطوني كلمه من قلبكم من هون. فيلا حبايب كلكم راح اشتركوا عند محمد جواني وانتظروا الفيديو حينزل باكر، واكتبوا لنا بالكومنتات قد انتم متحمسين لمقطع نور ستار. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي هو أحمد أبو الرب، فأحمد نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي أعلن بيه عن عودة سلسلة كرنج الإنترنت. طبعاً هواي بالأشخاص يحبون هذه السلسلة، وهل من الممكن إنه يكون الحلقة الجاية على نور مار؟ مو راح أعطيكم ستوريات. سمعت سلسلة كرنج الإنترنت ولا لا؟ ليش هيك زي كومبارس في الستوري طالع؟ علي أخوي. هلا حبيبي. شو أخبار؟ طمنا عنك. مذكرين كرنج الإنترنت؟ هلا حبيب قلبي. هلا يا عمر. هلا والله. الخبر الثالث اللي عدنا عن أنس الشايب وإصابته بطلقة. طبعا طلقة كانت مو حقيقية ولكن اجت بظهره والطلقة كانت طلعت له دم يعني. ما يعرف شنو اللي صاير. أنس نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي يقول بيه إنه أكو لعبة إنه هو ياخذون سلاح وأخذ موفلوجز تصير تطلق عليهم وهم ملابسين بلوز وهي تحاول إنه تصيبهم. طبعا أدري إنه فكرة اللعبة جدا غبية وما أدري شنو خطر ببالهم يعني يسووها. على كل راح أعطيكم هذول الستوريات وأنتم تفهموا الموضوع. ريدي دومو لا تحرك. واحد. اثنين. او ماي جاد. ثلاثة. Whenever you're ready. Yo. Okay, ready? Yo. Steady. Yo. حبايبي شوفوا. الخبر الثالث اللي عدنا عن مشكلة أحمد أبو الرب وتوبز وهنودي أوسم. طبعا هم أصدقاء ولكن مجرد أحمد حب إنه يرد عليهم، فتوبز نزل هذا المقطع واللي هو كان تقييم اليوتيوبر ومن بينهم هو أحمد أبو الرب. فشوفوا توبز شنو قال على أحمد أبو الرب. أحمد أبو الرب إخوان كنت أتابعه يوم كان عنده 200 ألف مشترك. الفترة الأخيرة هو حط هدف إنه يوصل 5 مليون مشترك في سنة أتوقع، والشيء هذا خلاه ينزل الفيديو عن أي شيء. يا صح. فطبعا أحمد مسكت وقرر إنه يرد على حساب الإنستغرام، راح أحط لكم هذول الستوريات الرد بيها شوفوها. أنا هون انا راسي بولع عشان الاقي مواضيع، بقعد ساعتين في اليوم بس بدور مواضيع. عشان هيك ما بتشوفوني بطلع بسالكم، يعني ما بطلع احكي يا جماعه بالله اكتبوا لي موضوع هون. بعدين بيجيني شباب يوتيوبرز بيعملوا فيديوهات ميمز بحكوا انه بيعطي مواضيع. اسف انا ما شربت قهوه اليوم. وبس والله حبايب اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم براد احمد وهل تشوفوا المحتوى حلو او لا. وبس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة عشان يكون فيزياء مقاطع مملكة القصص. وبس مع السلامة.